روح فرفوشه نعنوشه كده. دي الروح الفرفوشه اللي بجد. بس ده اخر البوم يعني، ده الجديد خالص. احنا عاملين مؤخرا اغنيتين ونازلين بواحده ثالثه. والمفروض عندنا حفله كمان ثانيه في ساقيه الصاوي يوم 14 ان شاء الله، اتمنى كلكم تحضروا فيها. و احنا عملنا حفله يوم عيد ميلادك وحفله تانية يوم، لا ما كانش عيد ميلادي، هو كان يوم 9 وهم الجمهور احتفل بدري يعني، قالوا لهم ده الاسبوع الجاي عيد ميلاد سيمون. ولقيت بقى كل الناس، طبعا انت اما تقول كده ككلمه خلاص عادي يعني، بس لقيت كل الجمهور بيحتفل بعيد ميلادي في نفس واحد. يعني مش مجامله، لا لا ده بجد كده. طبعا انا الحاجات دي اصلي باخد بالي منها جدا. فروحتي مدمعه بصراحة. يعني ما كنتش متوقعة انه، لا ما كنتش متوقعة الناس يعني تحتفل بيكي من قلبها وبالشكل ده يعني. عشان ما يعني انا بقول اللي بفكر فيه بصراحة. وقتها في مجاملات، احنا شعب مجامل بطبعه، شعب لطيف لطيف، ولما يعني يقولوا له عيد ميلاده وكده تمام. انما الكاميرا كمان جابتهم وانا شفتهم وجها لوجه كلهم بحب وقوة ومع بعض صح. حتى الناس اللي هي ملهاش في الغنى قوي برضو بتسقف وتعمل لي قلوب وكده، وستات وكده. اتأثرت بصراحة، معرفش ليه، أنا المفروض إن أنا يعني ما تأثرش قوي كده، بس اتأثرت بقى ودمعت. اتأثرت يعني عشان ما قابلتيش الجمهور بقالك حبة؟ لا اتأثرت علشان قلت إحساس جميل إن الناس تحبك مش لأنك فنان بس، تحبك كإنسان. فدي حسيتها حاجة جميلة جدا، وأنا دايما بشوف إن دي كنز لا يفنى. مش مسألة إنك تواجههم، ما أنت ممكن تواجههم يقول لك لطيفة لذيذة، إنما يبقى عنده القوة دي وال عارف أنت الإحساس ده. يعني في ناس ما تهتمش قوي بالتفاصيل دي، بس أنا بصراحة الأرواح هي اللي بتهمني، هي دي بالنسبة لي، هي دي الكنز والفلوس والثروة والفن والشهرة وكده، الناس.